السلام عليكم، واش راكم خوتي بخير؟ ماي فاميلي كالعادة، شكرا بزاف المشتركين الجداد اللي اشتركوا في القناة، مرحبا بكم بين أصحاب الديب والإخوان اللي متابعينا في القناة من قبل، شكرا بزاف كذلك ومثال ومرحبا بكم. اليوم خوتي جبت لكم تطبيق يقوم بإعلانات عن الوظائف، ماشي غير في قطر هذه المرة ولكن في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في الكويت، في العراق، يعني جميع دول مجلس التعاون أو الدول الخليجية. التطبيق هذا كينزلوا فيه جميع الدول الاعلانات ديالهم، يمكن لك تدخل ليه وتقلب فيها على الوظيفه اللي كتناسبك وتتواصل مع صاحب العمل، والله يسهل عليك ويجيب لك انت التيسير. هذا التطبيق هذا غادي نشرحه لكم في نهايه الفيديو او ما يحتل الاخر، وكنطلب من الاخوان اللي كيشوفوني جيم لهذا الفيديو شاركوا مع الاصدقاء ديالكم الا شفتوا بان راك استفدتوا. هذا التطبيق هذا سبق لي ونزلت الموقع ديالو اللي هو الوسيط، ولكن هذه المره جبت لكم سهل، يمكن لك تنزلوا من بلاي ستور على الهاتف ديالك وتدخل ليه، وانا غادي نشرح لكم ان شاء الله، بقوا معايا حتى الاخر. خوتي كما كتشوفوا هذا هو التطبيق اللي فيه الوظائف داخل قطر، يمكن لك تدخل ليه وتنزلوا يمكن لك تدخل البلاي ستور وتنزلوا في الهاتف ديالك. انا غادي نترك لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو في الوصف ودخلوا ليه. اذا كما كتشوفوا هذه هي الخدمات اللي تقدمها هذا الموقع، هذا التطبيق هذا كما كتشوفوا وظائف شاغره، وظائف شاغره، محاسبه، العماره، الفنون، الماليه، تطوير الاعمال، الشيف، البناء، استشارات، المهندس ديكور، محلل، محلي، التعليم، تنفيذي، فني كهرباء، وظائف حكوميه، صيانه، تكنولوجيا، تسويق. كما كتشوفوا جميع التخصصات. والميزه اللي كاينه في التطبيق هذا، الميزه اللي كاينه في التطبيق هذا، يمكن لك انك تغير البلد كما كتشوف اعدادات. مثلا انا مصيبو على قطر، يمكن لك تدخل ان شاء الله وتشوف السعوديه، تشوف البحرين، تشوف العراق، تشوف يعني الخليج العربي كامل التطبيق هذا كيشمله. شوف كما كتشوف انت، مثلا غادي نشوفو، مثلا غادي نشوفو مثلا الامارات، شوفوا جميع المدن ما كتشوفوا، شوفوا كذلك وظائف شاغرة، محاسبة، العمارة كذلك نفس المجال. شوفوا مثلا المحاسبة، اذا كما كتشوفوا هذه هي الاعلانات اللي موجودة في التطبيق. كما كتشوف كيديروا لك الراتب هنايا، المعلومات ديال داكشي. مثلا شوفوا هذه اللي الراتب ديالها 3000 ريال استاد كومباني، الوصف ديال سميتو ديال الخدمه اللي غادي تخدم، الراتب 3000 درهم قطري كما كتشوفوا، 3000 درهم اماراتي كما كتشوفوا، عفوا، الخبرات اللي مطلوب منك، الشهاده المستوى يكون عندك بكالوريا، المدينه في دبي، المدينه العالميه. اذا هذا هو التطبيق ديالي. اذا التطبيق هذا اخوتي كما كتشوفوا فيه عروض العمل في الخليج العربي كامل، يعني بغيتي تخدم في الخليج يمكن لك تدخل هذا الفيديو هذا، يمكن لك تدخل هذا التطبيق هذا في التليفون ديالك تلقى من بلاي ستور، ومره مره تصفح تشوف، ولا عجبتك شي حاجه راه كيحطوهم هذيك الساعه المعلومات ديالهم كيفاش تتصل بهم وداك الشيء. يلا ما تنساوش اخوتي، غادي نخلي لكم الرابط باش تحمل باش تنزلوا التطبيق هذا في الهواتف ديالكم، غادي نخليه لكم في الوصف ديال الفيديو. وما تنساوش الا شفتي راسك غادي يمكن لك تستافد، واش راسك استفدتي من هذا الفيديو، يمكن لك تشاركوا مع الاصدقاء ديالك، وما تنساش دير لينا جيم، تابونا فلاشين الا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه. واخوكم عبد الصمد من قناه مغربي بقطر يحييكم، السلام عليكم.